عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمانع الزكاة، قالها ثلاثا، والمتعدي فيها كمانعها. الإسلام العظيم شيء واحد لا يتجزأ، فعباداته لا بد أن يؤتى بها جميعا، والمنهيات لا بد أن تترك جميعا. وقد عاب الله على أقوام يعملون بعض الواجبات ويتركون بعضها، فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فمانع الزكاة لا تقبل صلاته حتى يؤدي باقي الواجبات، ومن تلك الواجبات الزكاة، والمتعدي في الزكاة كمانعها لا تقبل صلاته حتى يضعها في مصارفها ويسلمها لمستحقها. والمتعدي هو الذي يدفع الزكاة لغير أهلها. وقد أرشدنا القرآن إلى أن الزكاة أخت الصلاة وقرينتها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وألهمنا رشدنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.